فيديو النهاردة وحلقة النهاردة هتبقى عن الناس اللي متجوزة في بيت العيلة، أو الناس اللي لسه مرتبطة وهتتجوز برضو في بيت عيلة. ده في موضوع حلقة النهاردة، ده موضوع فيديو النهاردة. فرجاء لأي حد بيتابعني، رجاء يضغط لايك للفيديو وتسيب لي تعليق حلو جميل جدا منه كده في جزء التعليقات، واشترك في القناة وفعل زر الجرس، ويلا نشوف هنبتدي ازاي. لو انت متجوزة في بيت عيلة هتتصرفي ازاي؟ مبدئيا قصة ان هو انا قاعدة في حالي وقافلة بابي عليا والجو ده مش هينفع، مش هينفع خالص في بيت العيلة. طيب هنعمل ايه؟ لو متجوزة في بيت عيلة الخصوصية بتقل شوية، بمعنى وانتي نازلة بتمسي، وانتي طالعة بتمسي، بتصبحي، بتمسي، بتجيبي، بتودي، تمام؟ بمعنى برضو حاجة تاني، عملت حاجة حلوة قبل ما باكل منها بنزل، وخصوصا لو هي سخنة، لو بردت ما تنزليش، أكرم لك، تمام؟ لو عاملة أي أكلة جديدة لازم، تمام؟ خلصتي أكل مش عاملة أكل بتنزلي تقعدي، ولو في حاجة بتشاركي فيها، تمام؟ لكن لو هتقفلي بابك عليكي وتقولي لا أنا متكفلة ببيتي وشقتي بس، صدقيني انت دي بتبقى بداية المشاكل. ليه؟ لأن اللي تحتيكي أو اللي فوقيكي، خصوصا لو متجوزة في بيت بيكون معاكي فيه سلايف، بيبقى فيه مقارنة، مقارنة ومقارنة شديدة، وخصوصا بقى لو حد من النوع اللي هو ممكن ما يكونش أحسن منك، بس من النوع اللي هو بينزل بيساعدني في شغل البيت، بتساعد حماتها في شغل البيت، بتجيب لحماتها، بتنزل مع حماتها، تروح مع حماتها وتيجي مع حماتها، ده ممكن تكون هي لا يعني انتي تبقي أحسن منها 100 مرة، تمام؟ فان انت بتتجنبي ان هو المشاكل ان انا اقفل عليا بيبي، صدقيني والله بتبقى بداية مشاكل. ف ما بتبقاش تجنبا للمشاكل، انت ممكن تتجنبي المشاكل مع السلايف نفسها. يعني في مثل مصري بيقول لك اللي هو ايه، مركب الضراير صارت ومركب السلايف قامت، يعني اتمنى قلته صح تقريبا، بمعنى ان هو يعني السلايف بتبقى اصعب من الضراير، تمام؟ طيب لو عندك سلايف، بصي اكتر من كلمتين ازيك، صباح الخير، عامله ايه، ما تزوديش، وما ترجعيش تقولي لا سلفتي دي حد كويسه، كويسه لفتره، بس صدقيني يوم ما تحس ان هم بيفضلوها عنك يعني عنها بتقلب، تمام؟ وما تأمنلهاش ابدا ابدا ابدا، بلاش كل اسرارك معاها، تمام؟ بلاش تتكلمي عن حماتك او اي حد من اهل جوزك قدامها، بتقلب، تمام؟ بتقلب بتقلب، وكتير مننا جرب المواضيع دي، تمام؟ فبلاش يعني مع جو السلايف، خليكي مختصره، انت مش مضطره، مش مضطره ان انت تصاحبي سلفتك، مش مضطره والله ان انا يعني اقعد مع سلفتي او احكي معاها، ممكن لو اتجمعتوا عند حماتك اوكي قاعدين مع بعض كلكم، لكن ان انا اصاحبها وتبقى صاحبتي والجو ده لا، خليكي مختصره جدا مع السلايف. لكن مع بيت حماتك نفسها لا، لازم لما تعملي حاجه تنزلي اكل بقى، خبزتي، عجنتي، اي حاجه تنزلي ويبقى سخن. جه عليكي موسم بنجيب هدايا، تمام؟ خارجه صباح الخير، عايزه حاجه وانا جايه، اجيب لك حاجه وانا جايه، راجعة برضو بتمسي، تمام؟ يعني ما فيش يوم بمعنى أصح يعدي إلا وانتي قعدتي معاها شوية، عملت لها حاجة في البيت شوية، جبت لها حاجة مثلا، مش لازم كل يوم، ممكن كل أسبوع على حسب مقدرتك انتي، ولو أكلة ممكن تبقى تعمل لها أكلة مخصوصة، يعني ممكن تخليها أكلة مخصوصة لكل أسبوع، لكن مثلا عملت النهاردة مثلا حاجة حلوة أنزل لها طبق، انزل اساعدها في اي حاجه، تمام؟ والله اللي انا باكل منه كل يوم انزل لها طبق، تمام؟ حتى لو كان ايه طبق بسيط كده، مثلا عملت طبق مسقعه، والله انزل لها حتى معلقتين، لو انا بتقولي مثلا الاكل على قد او الجو ده بتنزل لها منه. ده لو انتي هتعيشي في بيت عيله، حتى لو العيله دي
يعني لتاتة رغاية، يعني لحد ما مش كويسين. تمام، ده أصول بيت العيلة. تمام، إن هو فيه بيبقى قلة خصوصية شوية، وما ينفعش أقول هما في حالهم وأنا في حالي، مش هتسلكي. تمام، لكن مع السلايف لا، قولي الكلام ده لأنه بيبقى تجنب مشاكل كبير جدا جدا جدا. تمام، دي حاجة. طيب، ساعات كتير جدا بتبقى الحما أسهل من بناتها، اللي هم اخوات جوزي البنات، بتبقى أسهل بكتير جدا من اخواتها من بناتها. يعني في بلاد في صعيد مصر دول لك دايما الحما هي العمة، اللي هي عمة ولادي هي تبقى الحما. تمام، في ناس كتير جدا كده، وفي ناس برضو كتير جدا لا كويسين وما ينطبقش عليهم الحما ولا العمة ولا الجو ده، لا ناس كويسة جدا. نرجع بقى لنقطة اللي هو لا، لو أنا عندي إخوات جوزي وقرشانات قرشانات قرشانات فعلا، دي بقى أقدر أقولك إن هو ربنا يكون في عونك، إن دول هما اللي بيبقوا الحما أكتر. تمام، بس صدقوني على حسب موقف جوزك نفسه. يعني موقف جوزك، هل بيتعامل معاهم اللي هما زي أمهم قوي، يعني اللي هو بار بيهم قوي، اللي هو كلامهم مصدق قوي، اي حاجة بتبقى قوي قوي فعلا، ده دايما تحطي معاه نقط فوق الحروف. يعني اخواتك اوكي اهلا وسهلا بيهم في بيتي، جماعته تحت عند مامتك، ننزل ومفيش مشاكل وكل حاجة، لكن انا برضو مش مضطرة ان انا اختلط بيهم قوي، ده وبالراحة وكل هدوء. ليه؟ متفهمين هو اختلاطهم او ان انا اتعامل بيهم اتعامل معاهم بزيادة هيأثر علينا احنا كبيتنا، هيجيب فيه مشاكل. بس المهم ان هو يبقى بكل هدوء وبكل رأي، يعني حكمة كده شوية وعقلانية، لان الموضوع ده ما بيبقاش سهل. وخلي حد حكيم يدخل معاكم في الموضوع ده لو هما فعلا صعبين جدا وهيجيبوا لك المشاكل، لان جو اللي هو ناخد شقة بره ونقعد نسكن بره بعيدا عن المشاكل ساعات كتير ما بيبقاش الحل الامثل، وخصوصا لو ظروف البيت بتبقى على القد من الناحية المالية. فدايما تدخلوا حد حكيم اللي هو يفصل ما بين الزوجة وبين الاخوات جوزها البنات. تمام، ده لو هما فعلا قرشانات. تمام، لكن والله لو ناس طيبين جدا، بص بتبقى قمة السعادة جدا 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 جدا. بالعكس بحسها ونس، بحس ان انا ليا مثلا لو مخنوقة من جوزي، عارفة ان حد هيجيب لي حقي، عارفة لو انا مخنوقة لا تحتية بيت هيرحبوا بوجودي، انزل افتح باب شقتي وانزل اقعد ومرحبين بيا جدا وشايليني على راسهم. ده لو هما كويسين. يعني دايما البنات اللي هي في مرحلة قبل الجواز تتأكد بس من النقطة دي. تمام، يسألوا كويس ويتأنوا، والله العظيم اتأنوا اتأنوا، مش الجواز مش لطرحة وفستان وبيت وهنشيل مسؤولية ويبقى لينا كيان لوحدنا، لا اتأنوا، لأن الجواز أعلى بكتير من المراحل دي خالص، وأعلى من أي منظرة. فلو سمحتي، لو انت لسه مرتبطة أو مخطوبة وهتعيشي في بيت عيلة أو مش هتعيشي في بيت عيلة، يعني انتوا في مرحلة تعارف. تمام، اتأكدي من خطيبك كويس، اتأكدي من أهله كويس. لو انت مرتبطة والله وخطيبك كويس، اتأكدي برضو من أهله. ولو داخلة على جواز في بيت عيلة، اتأكدي من أهله 100 مرة ان هما كويسين. وكمان ادرسي الدنيا بتاعتهم. تمام، ادرسي برضو عماته، هو عمات العريس، اعمامه. تمام، اعرفي مين اللي يعني ينفع لو حصل مشكلة معاكم كلكم، ادخل مين، ادخل مين يحل بعقلانية مش يحل بعصبية ويجي عليا انا. تمام، فالموضوع فيه تأني شوية. الموضوع هو زي ما قلت لكم سلاح ذو حدين، ما هوش سهل وما هوش صعب، بس كل الحكاية ان هي ما بتختصريش على نفسك. زي ما اتفقنا كل حاجة لازم تنزل، طالعة بتصبحي، نازلة بتمسي، لازم تجيبي هدية ليها كل أسبوع أو يعني على حسب إمكانياتك. ساعات ما كتير الهدية ما بتفرقش قد ما الكلمة الطيبة هي اللي بتفرق. تمام، تساعديها طبعا في شغل البيت وبإمكانك. تمام،